مرحبا، معكم كارمي شماس. اليوم بدي احكي عن السبت 12 ايلول سبتمبر. اليوم القمر مرافقنا كل النهار من برج السرطان، وصل لبرج السرطان يوم الجمعة 11:30 بعد الظهر او الصبح عفوا توقيت بيروت. اذا اليوم القمر موجود ببرج السرطان، في عنا الشمس موجودة ببرج العذراء. اليوم في عنا تأثيرات حلوة، كتير حلوة لمواليد برج السرطان. طبعا ايضا مواليد برج العقرب عندهم نهار كتير حلو، مواليد برج الحوت بيستفيدوا جدا جدا، وبتتغير عندهم الأجواء الفلكية وكيف بدها تكون لكل الأبراج. منبلش مع برج الحمل. مولود برج الحمل اليوم هو من الأيام يلي بتلاقي حالك يوم السبت إنه يوم سبت بتعب أكتر من المعتقد. عادة يوم السبت الناس بتفكر إنه يوم السبت خي ما أحلاه، هذا يوم عطلي يوم إجازي، لكن بيطلع إنه يوم السبت يوم عم نركض فيه، عم نتعب فيه، عم نلحق أعمالنا، عم نشتغل، مش بس شغلنا، في أشغال يمكن عائلية منزلية، في عنا شوبينج للبيت، النواقص للبيت، عنا ظهرات يمكن، عنا تسلية، في كتير من العشقة بتصير يوم السبت. بيطلع الإنسان أحيانا يلي ما بينتبه بيطلع أنه يوم السبت بيتعب. فمواليد برج الحمل اليوم هو يوم متعب بالنسبة لإلك، كون منتبه على ذلك. تبقى المواليد الأكثر تعبا 17 18 19 نيسان أبريل. بالنسبة لبرج الثور اليوم نهار بعتبره يوم جيد جدا لمواليد برج الثور، هنالك تمييز بالأمور اللي عم بتصير، وقادر مولود ومولودة برج الثور انها تلاقي الأمور، النواقص، الأخطاء، وشو اللي لازم ينعمل لحتى تتحسن الأمور. كتير عندكم أفكار ذكية، كتير عندكم أفكار حلوة، كتير عندكم حركة إيجابية بتساعد بتحسين الأوضاع من حولكم، ببيتكم، مع عائلتكم، وين ما كنتوا. كلكم اليوم نشيطين لكن ضلكم حذرين. 30 نيسان أبريل و 1 أيار مايو. بالنسبة لبرج الجوزاء اليوم مواليد برج الجوزاء في تقدم عندهم، كان القمر ببرجهم عطاهم دعمة، عطاهم لمحة حلوة عن الأمور كيف ماشي. مواليد برج الجوزاء بعتبرهم من الأبراج اللي بتستفيد اليوم، لكن المسألة الوحدة، النقطة الضعيفة الوحيدة، إنه اليوم السبت احتمال يكون في رغبة أو ميل عند مواليد برج الجوزاء ليتسرعوا شوي، إن كان بتقديم خدماتهم، إن كان يمكن يمكن صرف المزيد، ما رح أقول تبذير اللي عندهم، لكن كرمة يمكن يكونوا زيادة عن اللزوم. بعد مواليد برج الجوزاء يمكن يكون عندهم اهتمامات صحية أو غيرها، كونوا منتبهين. مواليد 16 حزيران يونيو. بالنسبة لبرج السرطان ومع وجود القمر ببرجكم، هنالك إطلالة حلوة لمواليد برج السرطان، هنالك تغيير في المعطيات، هنالك نوع من لمحة مختلفة عن الأمور، وهنالك تقدم، وهنالك نوع من نظرة مختلفة للي عم بيصير من حولك، يمكن مسألة مهنية، يمكن مسألة دراسية، أو يمكن غيرها. المهم وجود القمر ببرجكم مواليد برج السرطان راح يعطيكم مجال لحتى تكونوا انتو المسؤولين عن شغلكم، عن حياتكم اليومية، عن حياتكم الشهرية، عن كل شيء، وبالتالي القرار راجع لكم. فيكم تقولوا انه هنالك تطورات مفروض تكون على ذوقكم، او يمكن تكون تطورات حاسمة. كلكم محظوظين بشكل خاص 9 تموز يوليو. بالنسبة لبرج الأسد اليوم هو يوم بطيء لمواليد برج الأسد، اليوم هو بطيء، لا يحمل خبر شافي، لا يحمل حسم لأمور، بالعكس تماما احتمال انه يكون في عند مواليد برج الأسد نوع من زعل. فنصيحة لمواليد برج الأسد، بعدوا اليوم عن المشكل، انبسطوا بيوم السبت، ارتاحوا، بعدوا عن المشاكل، حتى لو أولادكم زعجينكم، حتى لو العائلة زعجتكم، طولوا بالكم، قولوا خليها تمرق مثل ما هي، عمول منيح وكب بالبحر. بتضل الأكثر حظا نسبيا مواليد 29 30 31 تموز يوليو. بالنسبة لبرج العذراء يوم سعيد لمواليد برج العذراء، هالهرج والمرج اللي عندكم، هالفرحة اللي عندكم إياها حلوة كتير، وحلو إنكم تتشاركوا فيها مع
أصحابكم، مع أهلكم، مع أخواتكم، مع الناس من حولكم. بعتبر الأجواء مناسبة جدا اليوم لمواليد بش الثور، من مواليد بش العذراء، من الأيام الحلوة. أحلى فترة كانت وقت القمر كان ببش الثور بمطلع الأسبوع. المهم اليوم يوم كتير حلوة، التأثيرات كتير حلوة، مناسبة جدا ومشجعة، بعكس اليومين اللي مرقوا الأربعاء الخميس وحتى الجمعة. الأكثر حظا فيها تكون 10-11-15-19 سبتمبر. نوصل لبرج الميزان. مواليد برج الميزان، انا نبهتكم قلت لكم انه اليوم هو من الايام الاكثر ضعفا، من الايام المزعجه، من الايام الثقيله، من الايام يلي بتلاقوا حالكم امام موقف محرج وصعب عائلي او اجتماعي او حتى مهني. فاليوم صحيح يوم سبت وكثير من الناس باجازه، لكن يوم متطلب، خاصه يلي عم يشتغل رح بيلاقي حاله انه فعلا في ظروف متطلبه جدا. لحقوا حالكم، اشتغلوا، ما تاثروا، كونوا جاهزين، انتبهوا، ما تجرسوا حالكم، ما تحسموا امور منكن قدا، منكن عارفين شو هي، انتبهوا لصحتكم. جميع مواليد برج الميزان. بنتقل لبرج العقرب. اليوم نهار سعيد جدا لمواليد برج العقرب، من الابراج القويه، من الابراج يلي فهماني، من الابراج اللي ما حدا قدا، من الابراج اللي قادره تتقدم بقوه، عندها ثقه في النفس هائله. الحظ معكم وداعس وماشيين وماشيين. مواليد برج العقرب من الابراج الاكثر حظا. بانتظاركم يوم عطله، يوم اجازه سعيد، واذا عم تشتغلوا انتم اقوياء جدا جدا وما حدا بيقدر ينتصر عليكم. بالنسبه لبرج القوس، بترتاحوا من بعد عواصف الثلاث ايام اللي مرقوا. فاليوم مواليد برج القوس اسرع، انشط، اذكى، واعيين اكثر، وبطلوا ضايعين. بطلت افكارهم مشوشه نسبيا تحت تاثير المتطلبات الصعبه اللي مرقتوا فيها. فاليوم قادرين تشوفوا الامور من منظار حيادي خلينا نقول، ويمكن تلاقوا انه انكم اخطأتوا، ويمكن تلاقوا انه معلش فيها اذا زبطنا الامر. فخطوه الى الامام بتكون كثير منيحه عند مواليد برج القوس اليوم. وانتبهوا، يمكن التعاطي مع الناس بفوقيه منا جيده جدا الفكره. تذكروا انه في بعض الاشخاص يمكن عندهم عتاب عليكم، فحاولوا تضبطوا الامور. بالنسبة لبرج الجدي، اليوم يوم قد يضع مولود ومولودة برج الجدي أمام لقاء أو مواجهة أو موقف يمكن يكون محرج، أو موقف بيخجلكم، بمعنى بتنخجلوا بتستحوا بطريقة إيجابية. فاليوم هو يوم جيد جدا للأشخاص اللي حابين يتزوجوا، يرتبطوا، يتقدموا إلى موقع أفضل، اشتغلوا، قدموا أونلاين، ابعتوا. لكن بدكم تنتبهوا، عندكم طاقة شوي كبيرة، ففي احتمال تكونوا نرفوزين، عصبيين، أو خلقكم ضيق. فالناس البطيئة اليوم تزعجكم شوي، أو الناس اللي شوي بتوجه لألكم كلمة أو ملاحظة يمكن ما كتير تطولوا بالكم عليها. أما الشخص اللي حابب يرتبط واللي حابب يتعرف واللي حابب أنه يكون مع أشخاص آخرين، طولوا بالكم، ما تعصبوا بسرعة، خاصة 12-16 كانون الثاني يناير. بالنسبة لبرج الدلو، اليوم مولود برج الدلو نهاره طويل طويل طويل، ويوم السبت ما بيخلص. لكن نصيحة، جربوا تخلصوا بين اليوم وبكرة قبل مغيب الشمس بيروت. الأجواء اليوم فيها معطيات متنوعة، معطيات صحية استشفائية، وفي بعض الأمور يلي بتحسوا أنه قصرتوا فيها، تأخرتوا فيها، وهلأ لازم ترجعوا تشتغلوا عليها، بتلاقوا حالكم مضطرين. ونصيحة، ما تأجلوا للأحد المساء أو للتنين، لأنه الأجواء ما رح تكون هالقد سهلة. بنتقل لبرج الحوت. اليوم مولود برج الحوت واخيرا بين سنه، تضحكوا، تفرحوا، بتروح الغيمه. كان في عاصفه عند مواليد برج الحوت، بعدها شوي بس خفت كثير. وجود القمر ببرج السرطان رح بيساعدكم لحتى تغيروا، لحتى تنبسطوا، ولتشوفوا انه انتم فعلا قد وقدود وشاطرين ومهضومين وكل الناس بتحبكم. كنتوا عم بتشوفوا الامور من نظر شوي exaggerated، يعني ضخمتوها، يمكن معكم حق، ما بقول لا، لكن كنتوا شوي حساسين. هلا بترجعوا بيراضوكم، بتفرحوا، وبترجع تقريبا المياه لمجراها الطبيعي. يوم مناسب للارتباط. بختم مع مولود اليوم، قل له لمولود اليوم انه بانتظاره سنه حلوه، سنه قد تجمع معك
أو معك فرصة مهمة، أشخاص، يمكن فرص عمل، أو يمكن يكون في نوع من تصور مختلف لحياتكم الاجتماعية. هيدي المسألة هي اللي رح بتقرر إذا بدكم تغيروا شغل أو يمكن حتى مكان إقامة أو مكان دراسة، هي رح بتأثر حياتكم الاجتماعية، بتهمكم، عندكم تطلع مختلف كليا، وهيدي رح اللي رح تدلكم على الطريق الصحيح. سبتمبر أكتوبر كانون الثاني، يناير أيار مايو من أهم الأشهر. إلى اللقاء مع أبراج جديدة، باي باي.